بسم الله الرحمن الرحيم. راح في محاضرة تعريفية سريعة عن قسم هندسة الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة. بهي المحاضرة راح نحكي بشكل سريع عن مقدمة تعريفية عن قسم هندسة الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة. أهم النقاط اللي لازم يعرفها الطالب اللي ناوي يبلش دراسة مرحلة أكاديمية جديدة بأحد الأقسام الهندسية. رح نحكي على قسم هندسة الطاقة الكهربائية، حيث راح نبلش بذكر مقدمة تعريفية سريعة عن القسم، ومن ثم الحديث عن الحياة الجامعية بقسم هندسة الطاقة الكهربائية. راح نتناول الحديث عن طبيعة الدراسة، عن المرحلة الإعدادية والمرحلة التخصصية، وأخيرا راح نحكي عن مرحلة الدراسات العليا. رح نحكي بعدين عن مجموعة من المشاريع العملية والدراسات التخصصية اللي بإمكان الطالب بنهاية مرحلة الدراسة القيام بها، وأخيرا رح ناخذ نظرة مستقبلية لمستقبل التخصص من واقع الحياة العملية. يعتبر قسم الهندسة الكهربائية بكلا قسميه من أهم التخصصات الهندسية الممتعة، هو بالطبع من التخصصات القديمة، من أقدم التخصصات الموجودة، ولكن تطور التقنيات والإلكترونيات، تطور العلوم أدى لتطور هذا القسم أدى لتطور هذا القسم وضرورة للانتقال فيه من مرحلة. ولأجل ذلك كان في ضرورة ليتم قسم قسم الهندسة الكهربائية لقسمين، قسم هندسة الطاقة الكهربائية وقسم هندسة الطاقات المتجددة. بالطبع الحياة الجامعية بتخصص الهندسة الكهربائية هي حياة مليئة بالصعاب جدا ممتعة، وهذا الشيء بيعود لطبيعة الدراسة الجامعية المتعبة والطويلة. بالطبع المهتم بالتخصصات الهندسية راح يكون مستمتع جدا بالدراسة بالقسم، ولكن هذا الشيء لا يمنع وجود بعض الصعوبات اللي راح تواجهه. بالطبع راح تكون في كتير من الأمور الشيقة اللي راح تواجه الطالب ابتداء بالسنة الأولى والثانية، انطلاقا مرورا بالسنة الثالثة اللي هي المرحلة السنة اللي راح تفرق ما بين المرحلة الإعدادية والمرحلة التخصصية، ومن ثم دخولا للمرحلة التخصصية وهي المرحلة الأكثر متعة بالدراسة. مراحل التعليم الجامعية بالتخصص المرحلة الإعدادية والمرحلة التخصصية. المرحلة الإعدادية تنقسم لقسمين، القسم الأول دراسة العلوم الأساسية والقسم الثاني دراسة العلوم الهندسية. بالقسم الأول العلوم الأساسية رح يدرس الطالب الرياضيات الهندسية، الفيزياء والكيمياء، الرسم الهندسي والبرمجة. الرياضيات الهندسية عبارة عن 4 أو 5 أجهزة بالاعتماد على الكلية، رح يتعرف فيها الطالب وبعمق على أهم النظريات الرياضية اللي بتلزم تطبيقات اللازمة بالهندسة الكهربائية. الفيزياء عبارة عن مقررين بالسنة الأولى، الكيمياء مقرر وحيد بالسنة الأولى، الرسم الهندسي أيضا مقرر وحيد بالسنة الأولى أو الثانية، البرمجة عبارة عن مقررين أو 3 مقررات بالاعتماد على الكلية. أما العلوم الهندسية بمرحلة الإعدادية فهي عبارة عن أسس الهندسة الكهربائية، الدارات الكهربائية، الدارات الإلكترونية، الدارات المنطقية، خواص المواد الكهربائية، الحقول الكهرطيسية، القياسات الكهربائية، ونظرية الاتصالات. بالطبع
هاي المواد غالبا بتكون مشتركة بين أغلب التخصصات الهندسية الكهربائية، من تحكم والكترون واتصالات وطاقة وطاقات متجددة. رح يدرس الطالب بالبداية أسس الهندسة الكهربائية اللي هي عبارة عن مدخل مقدمة للهندسة الكهربائية، ومن ثم رح يدرس الدارات الكهربائية بعمق أكبر. رح يدرس كمان الدارات الإلكترونية وكيفية تحليلها، الدارات المنطقية أيضا وكيفية تحليلها، هي مادة جدا ممتعة بحقول الكهرتيسية. وبالنهاية رح يدرس نظرية الاتصالات. تعتبر مادة الاتصالات من أهم المواد اللي ممكن الطالب يدرسها، وهي أغلب التخصصات الهندسية راح بيدرسوها قبل البدء بالمرحلة التخصصية. أما مرحلة الدراسة التخصصية وهي المرحلة الأكثر متعة، راح يدرس فيها الطالب مجموعة من الأمور التخصصية. راح تنقسم لقسمين: علوم الهندسة الطاقة الكهربائية وعلوم هندسة الطاقات المتجددة. العلوم التخصصية الطاقة الكهربائية راح يدرس فيها الطالب محطات توليد الطاقة، الكترونيات القدرة، نظم القدرة، الآلات الكهربائية، التوتر العالي. التوتر العالي، التحكم والقيادة الكهربائية، نظم التنسيق وإدارة الطلب على الطاقة. بداية المحطات الكهربائية يدرس فيها الطالب تصميم وتحليل محطات الطاقة الكهربائية مختلف أنواعها، وكذلك محطات النقل وتحويل الطاقة الكهربائية. نظم القدرة راح يدرس فيها الطالب تحليل نظم القدرة، ابتداء من توليد ونقل الطاقة ومن ثم استهلاك الآلات الكهربائية. تعتني بدراسة الآلات الكهربائية مختلف أنواع المحركات والمحولات والمحركات والمولدات، وبالنهاية تصميم الآلات الكهربائية. التوتر العالي، دراسة أبراج التوتر العالي وعوازل التوتر العالي بهالأبراج. أما العلوم التخصصية للطاقات المتجددة فتعتني بدراسة الطاقات المتجددة ومحطات الطاقة الريحية، محطات الطاقة المائية والحرارية، تخزين الطاقة والتحويل الكهروشمسي. الطاقات المتجددة تعتني بالتعرف على أهم مصادر توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، سواء طاقة الرياح أو طاقة الطاقة الشمسية أو طاقة الأمواج أو مصادر طاقة أخرى. أما محطات الطاقة الريحية في التوليد، كيفية دراسة محطة الطاقة الريحية، كيفية تصميم المحطة وتوزيع العنفات الريحية. أما التحويل الكهروشمسي يعتمد على دراسة وتصميم الألواح الخلايا الشمسية، ومن ثم دراسة كيف دراسة الطاقة الكهربائية، الاستطاعة الكهربائية اللي يمكن تولدها بمحطة توليد شمسية انتهاء بتنفيذ المحطة. طبعا يعتبر قسم الطاقة الكهربائية من أهم الأقسام اللي بتتيح مرحلة دراسات عليا تخصصية بمجالات مختلفة. طبعا ممكن يكون تخصص من صلب تخصص الطاقة والطاقات المتجددة، فممكن للطالب يدرس يتخصص محطات توليد، نظم تحكم أو قيادة كهربائية أو حقول كهرتيسية، التوتر عالي أيضا أو الكترونيات قدرة أو مواضيع أخرى ممكن يستفيد منها. الذكاء الصنعي وتطبيقاته في الهندسة الكهربائية يعتبر من أهم التخصصات اللي ممكن لطالب الهندسة الكهربائية أنه يتابع دراسته فيها مرحلة تخصصية بالمرحلة التخصصية اللي هي مرحلة الماستر، مرحلة الدراسات العليا، بحيث يعتبر الذكاء الصنعي من أهم الأنظمة اللازمة للتحكم بالأنظمة الكهربائية. أما واقع الحياة العملية كمان فرض ضرورة دراسات عليا من بطبيعة إدارية، فكمان ممكن لمهندس الطاقة الكهربائية ومهندس الطاقة المتجددة يقوم بدراسة إدارة الأعمال وإدارة المشاريع.
طبعا بنهاية المرحلة الدراسة الجامعية لقسم هندسة الطاقة الكهربائية أو الطاقات المتجددة، ممكن للطالب، ممكن للمهندس أنه يقوم بمجموعة من المشاريع. فمثلا ممكن يقوم بدراسة منزل ذكي. منزل ذكي راح يعتمد على تقنيات الجرين انرجي أو الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى توليد الطاقة عبر عناصر الطاقات المتجددة كالعلافات الريفية والخلايا الشمسية، مثل ما شايفين أيضا وجود السيارة الكهربائية، يلي جدا من المواضيع الهامة للمهندس الكهرباء، حيث يهتم مهندس الكهرباء بدراسة تصميم وتحليل نظام التحكم بالمحركات الكهربائية. والمحرك الكهربائي هو عنصر أساسي بالسيارة الكهربائية، أيضا مع نظام التحكم اللي هو أيضا مهمة مهندس الكهرباء بدراسته. أيضا مهندس الطاقات المتجددة راح يكون قادر على تصميم عنفة ريحية، دراسة وتحليل العنفة والاستطاعة اللي ممكن تولدها، أيضا تحليل ودراسة القطار الكهربائي اللي بيعتمد أيضا على المحركات الكهربائية. هي أحد المشاريع ممكن لمهندس كهرباء يقوم بتنفيذه بنهاية المرحلة الجامعية. مستقبل مهندس كهرباء من واقع الحياة العملية، طبعا مع نهاية مرحلة الدراسة والحصول على خبرة بسيطة، ممكن المهندس الكهرباء أن يعمل بمجالات مختلفة. فممكن يعمل كمصمم نظم تحكم للأنظمة الهندسة الكهربائية، أو ممكن يكون مهندس موقع بالمشاريع بالإنشاءات والأبنية. طبعا مهندس كهرباء جزء أساسي بالمشاريع الإنشاء. طبعا أيضا ممكن يعمل كاستشاري بعد ما يكون صار عنده خبرة 10 أعوام على الأقل، استشاري ومراقب للعمل والمشاريع الهندسية. أيضا أحد الأعمال المختلفة هي مهندس تصميم في المصانع، بتكون مهمته الإشراف المباشر على تصميم المحركات والمولدات والآلات الكهربائية بمختلف أنواعها. أيضا مدير مشروع، طبعا تعتبر إدارة المشاريع بالنسبة هي من أهم المهام أو الأعمال المستقبلية، ممكن يكون فيها مهندس الكهرباء أو مراقب جودة. مهندس موقع بتكون مهمة مهندس كهرباء فيها مطابق التأكد من أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع متطابق مع الدراسة اللي تم إنهائها أو تم الاتفاق على المشروع بناء عليها. طبعا مستقبل الهندسة الكهربائية من أروع الهندسة الكهربائية من أروع التخصصات اللي ممكن الطالب يدرسها. المستقبل الطاقات المتجددة مستقبل واسع ومستقبل كتير مهم، والأيام الجاية راح تفرض استخدام مختلف وسائل الطاقات المتجددة. بتمنى لكم التوفيق وبتشكر حضوركم، والسلام عليكم.